كلمة الآن للسيد الرئيس توفيق كليم باسم الفريق التجمع الدستوري. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس، السادة الوزراء، السيدات والسادة النواب المحترمين، يسعدني في البداية أن أتدخل باسم فريق التجمع الدستوري لأعرض وجهة نظر فريق التجمع الدستوري بمناسبة انعقاد هذه الجلسة البرلمانية الهامة المخصصة لمناقشة قانون المالية المعدل للسنة المالية 2020. إن هذا المشروع التعديلي الذي أملته التداعيات الاقتصادية والاجتماعية والمالية الناجمة عن جائحة كوفيد-19 الخطير، والتي من شأنها أن تهدد نمط حياتنا وعيشنا سواء على مستوى وطننا أو على مستوى العالم بأسره، وهي جائحة لا زالت مرتبطة بنا وبغيرنا، وتمكننا أن نتكيف ونواجه تهديداتها صحيا واقتصاديا وماليا واجتماعيا ونفسيا، واثقين بعد الله تبارك وتعالى من متانة قدرات مؤسساتنا الوطنية، وكذا من تلاحم وتضامن جميع مكونات شعبنا في ظل ملكيتنا القائدة والضامنة من ربحها، وواثقين أيضا من ذكائنا الجماعي للتحكم في مصيرنا ومستقبلنا في جميع الظروف والأحوال. إن فريقنا لينوه عاليا بالعمل المحوري الذي قام به كل من سيد وزير الفلاحة والصيد البحري في حرصه على تموين الأسواق بجميع المنتجات الغذائية وبكميات وافرة بشكل سلس ومنتظم، جنبنا احتقان الشارع بوفرة الأمن الغذائي. وكذلك بالسيد وزير المالية وأطر وزارته على الفعالية والدينامية الفكرية والإبداعية، ليس فقط في مواجهة آثار وتداعيات فيروس كوفيد-19 على اقتصادنا، بل وفي وضع الخطط المستقبلية للدفع بالعجلة التنموية دون أن نغفل ما قامت به لجنة اليقظة من مجهودات سريعة وفعالة. وكذا السيد وزير التجارة والصناعة والاقتصاد الرقمي واجتهاداته وديناميته في الحفاظ على أساس تجارتنا وصناعتنا ودفعه معاملنا إلى التكيف مع متطلبات السوق وحاجيات المواطنين الطارئة والمستعجلة في وقت قياسي. وكذا مجهودات السيدة وزيرة السياحة في وضع الخطط الاستراتيجية الكفيلة بدعم سياحتنا والحفاظ على موقعنا كبلد سياحي غني ومتنوع، كل هذا في إطار التعبئة الحكومية الجماعية، مسنودين بتدخل سريع ولافت لمختلف المؤسسات والهيئات الترابية والأمنية والعسكرية والوظيفية، لا سيما في قطاعات الصحة والأمن تحت التوجيهات والأوامر الملكية الاستباقية السديدة والمتبصرة. لقد أضرت جائحة كوفيد-19 بالعالم بأسره، والمغرب جزء منه، لدرجة أن البنك الدولي وصف هذه الأزمة في تقريره الأخير حول آفاق الاقتصاد العالمي 2020 بأنها سبب أخطر انكماش اقتصادي عالمي منذ 1870، لأن الخسائر طالت الدول والمقاولات والأفراد على حد سواء، كما توقع أن يتم تراجع للنمو بأكثر من 5%
من الناتج الداخلي الخام مقارنة بجوج في المئة سنة 2009، كما يرشح استمرارية الأزمة الاقتصادية لسنوات مستقبلية. سيد الرئيس، في خضم تهديدات هذه الجائحة العالمية الخطيرة والمربكة التي تزامنت مع موسم فلاحي ضعيف بسبب شح الأمطار وتأخر تساقطاتها وكذا تقلبات مناخية فجائية ومدمرة لعدد من المنتوجات الفلاحية، في هذا الخضم برزت مرة أخرى ملحمة متجددة للملك والشعب في مواجهة التهديدات الخطيرة لجائحة كورونا المستجد. إن المرتكزات والمقومات والخصائص تتجسد في متانة وعمق الروابط التاريخية المتينة الملحمية التي تجمع الملك بالشعب والشعب بالملك، التي تبرز تلقائيا بقوة وتناغم لمواجهة أي خطر يتهدد المغرب كيفما كانت خطورته ومداه. إن التلاحم الوجداني الراسخ في الشعور واللاشعور الجمعي، والذي يتأسس من جهة على الشرعية الدينية والتاريخية والدستورية والنضالية للمؤسسة الملكية الجامعة والضامنة لوحدة الكيان المغربي وتقدمه وعزته، كما يتأسس من جهة أخرى على الوفاء والثقة المستمرة والمتجددة المبنية على روابط البيعة والتعلق بالعرش العلوي المجيد لمختلف مكونات المجموعة الوطنية. وتستدل أيضا على مرجعية دستورية ديمقراطية واجتماعية وحقوقية تكرس الحقوق والحريات، على غرار ما ورد في الفصل 20 من الدستور بأن الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان، ويحمي القانون هذا الحق. ونفس الأمر ينطبق في الفصل 21 في فقرته الثانية، الذي ينص على ضمان السلطات العمومية لسلامة السكان وسلامة التراب الوطني في إطار احترام الحريات والحقوق الأساسية المكفولة للجميع، دون إغفال الفصل 40 الذي يلزمنا أيضا جميعا بصفة تضامنية بتحمل الآفات والكوارث الطبيعية التي تصيب بلادنا، نرجو الله سبحانه وتعالى أن يقينا منها. وإن فريق التجمع الدستوري لا يستحضر هنا المقاربة الاستباقية والتعليمات الملكية في بداية مارس الماضي، عندما قرر حفظه الله إعطاء الأسبقية المطلقة لحماية الإنسان قبل الاقتصاد، بل وعلى حساب الاقتصاد. ونريد هنا أن نذكر بهذه المقاربة الملكية منظمة العفو الدولية المتحاملة على بلادنا، والتي لا ولن نقبل بأي حال من الأحوال ادعاءاتها الحقوقية المرتبطة بأجندات معادية لبلادنا وتوابتها الراسخة. لقد راهن المغرب في السراء والضراء على أولوية الإنسان وكرامته قبل أي اعتبار، ولا مكان للمزايدة في هذا الموضوع. وعلى كل من أراد أن يأخذ الدروس في هذا المجال فليتمعن في منجزاتنا الحقوقية الشمولية لصالح الإنسان، والتي سطرها صاحب الجلالة ورسم خارطة طريقها. كما يتجسد في ترسيخ الانتماء الإفريقي التضامني مع الدول والشعوب الشقيقة والصديقة لبلادنا، من خلال تنفيذ المبادرة التضامنية التي أمر بها جلالة الملك محمد السادس نصره الله للمساهمة في تخفيف وطأة تداعيات الجائحة عليها. لقد أظهر المغرب مرة أخرى وفائه لمبادئه وتوابته وخياراته المنبثقة من مبدأ التضامن والتعاون جنوب جنوب، في وقت عز فيه التضامن الدولي على مستوى الدول والاتحادات الكبرى. كما يتجسد في الحكامة العقلانية واليقظة الاستباقية التي ميزت تعاطي السلطات العمومية إزاء تداعيات وآثار أزمة كوفيد-19
تحت القيادة المتبصرة والحكيمة لجلالة الملك نصره الله. إن هذا المرتكز يلخص عمق فكر الدولة والأمة المغربية عند الأزمات والأدوار المتناغمة والقوية القائمة بين المؤسسة الملكية والشعب المغربي، والتي لم يفلح الدباب الإلكتروني إلى الآتي من جهات مختلفة ومتخلفة في التأثير على المنهجية الثابتة وروح المسؤولية التي نباشر بها كمغاربة مسيرة تنميتنا ووحدتنا، وندلل بها كل الصعاب التي تعترضنا. سيد الرئيس، سادة الوزراء، سيدات والسادة النواب المحترمين، ونحن في الجلسات الأخيرة للمصادقة على مشروع قانون المالية المعدل للسنة المالية 2020، بعدما خدنا نقاشا عاما وتفصيلا على مستوى لجنة المالية والتنمية الاقتصادية طيلة الأيام الأخيرة، والذي ساهم فيه فريقنا بروح من المسؤولية والحرص على توخي تحقيق المصلحة العامة بعيدا عن كل المزايدات السياسية، مستحضرين في ذلك مختلف الظروف والمعطيات الدولية والإقليمية والوطنية المتولدة عن الآثار الاقتصادية والاجتماعية والمالية لجائحة كورونا، والواقع الجديد الذي فرض نفسه على الجميع هو الذي أربك مسار الحسابات والتوازنات التي بني عليها القانون المالي لسنة 2020 نهاية السنة المنصرمة أي 2019. ذلك أن مختلف السلاسل الإنتاجية والتوريدات الخارجية تغيرت تغييراً عميقاً، وأن أفواجاً من العاطلين انضموا إلى صفوف البطالة، وأن آفاق تطور الاقتصاد العالمي ومعه الاقتصاد الوطني غير واضحة. فحسب الأرقام الأخيرة الصادرة عن بعض المؤسسات المالية الدولية، يمكن تسجيل المؤشرات الرقمية الآتية: تراجع التجارة العالمية بناقص 12%، تراجع النمو الاقتصادي بالاتحاد الأوروبي بناقص 10.2%، وبحكم الانفتاح الاقتصادي المغربي وعلاقته التجارية والمالية الدولية المتنوعة، فقد انعكست الأوضاع المالية والاقتصادية الدولية سلبا على توازناتنا المختلفة، كما تبين المعطيات المسجلة نهاية شهر ماي الأخير مقارنة مع السنة الماضية 2019. أولا، تراجع قطاع السيارات بنسبة 89%، ثانيا تراجع صناعات الطيران بنسبة 76%، ثالثا تراجع صناعات النسيج والألبسة بنسبة 74%، رابعا الانخفاض المتوقع لعائدات السياحة بنسبة 70% برسم سنة 2020، خامسا التراجع المتوقع لموارد موارد الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 70%، خامسا توقع تراجع تحويلات مغاربة العالم بنسبة 20%، كما نتوقع ارتفاع مهول لمعدل البطالة نتيجة تسريح العمال وإغلاق العديد من المحلات التجارية والشركات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة والكبيرة إذا لم نتخذ الإجراءات المناسبة في القريب العاجل. سيد الرئيس، إذا كانت حزمة من التدخلات والإسعافات الاجتماعية والاقتصادية والمالية قد ساهمت بشكل كبير ورئيسي في استقرار القدرة الشرائية والحفاظ على مناصب الشغل ودعم صمود الاقتصاد الوطني في ومحاصرة الوباء والتقليل من الخسائر البشرية، فإن معطيات أخرى لا إرادية أيضا ساهمت بدورها في تعميق الأزمة التي تمر بها بلادنا، منها قلة التساقطات المطرية وعدم انتدامها وتذبذب
أسعار المواد الأولية. امتثالا للفصل 77 من الدستور واعتبارا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 133 للقانون المالية ولا سيما الفصل 10 منه، واستحضارا لمختلف التغيرات الطارئة والناتجة عن أزمة فيروس كوفيد 19 والتي قدمت لنا فرضيات جديدة تتمثل في الآتي: متوسط سعر البطان 290 دولار للطن مقابل 350 سابقا، متوسط محصول الحبوب في حدود 30 مليون قنطار مقابل 70 سابقا، صرف سعر اليورو مقابل مع الدولار ب 1.11، تراجع الطلب العالمي الموجه للمغرب ب 20% دون احتساب الفوسفات ومشتقاته، تراجع معدل النمو ب 5% مقابل 3.7 سابقا، عجز الميزانية ب 7.5% مقابل 3.5 سابقا، وتأسيسا على ما سبق ذكره فإن مشروع قانون المالي المعدل لسنة 2020 استهدف تحقيق 3 أهداف رئيسية تمهيدا لحزمة من الإصلاحات المقبلة: أولا، مواكبة الاستئناف التدريجي للنشاط الاقتصادي، ثانيا، الحفاظ على مناصب الشغل، ثالثا، تسريع تنزيل الإصلاحات الإدارية. لقد كان قطاع التعليم والتكوين والبحث العلمي من القطاعات الأولية والأساسية لمجتمعنا، ونحن نسعى إلى إدراك المزيد من التنمية والنمو والتقدم والاستثمار في الرأس المال البشري وتأهيل وإعداد أجيال جديدة لقيادة نموذجنا التنموي المقبل على جميع المستويات بموازاة مع شروعنا في تنزيل وتفعيل مضامين قانون إطار في التربية والتعليم والبحث العلمي. وكنا ننتظر أن يتم تعزيز هذا القطاع بما يلزم من موارد للرفع من جاهزيته للاستفادة من التحول الرقمي والعمل عن بعد بعدما أثبت هذا الأسلوب نجاعته خلال فترة الحجر المنزلي، وكذا تعزيز البحث العلمي الميداني والابتكاري. وبموازاة مع هذا الوصل المجتمعي تصدر الإشارة إلى أهمية تعزيز الحكامة الجيدة وترشيد استعمال الموارد العمومية وتوظيف الموارد البشرية في مختلف المرافق العمومية المركزية والترابية، وإجراء إصلاح عميق في قطاعي المؤسسات والمقاولات العمومية وتقديم نتائجها ومردوديتها المالية والاجتماعية. سيد رئيس، إن فريق التجمع الدستوري بجميع مكوناته السياسية تابع بكل مسؤولية وشارك بفعالية في الجهود التي بذلتها الدولة عبر السلطات العامة خلال جميع مراحل تدبير أزمة فيروس كوفيد 19 المستجد، وساهم باقتراحات وأفكار وطرح أسئلة وعقب على ما أدلى به أعضاء الحكومة ورئيسها من أجوبة تتعلق بالآثار الصحية والاقتصادية والاجتماعية والإدارية لتدبير الأزمة الحالية وآفاق التعافي والخروج التدريجي من مخلفاتها. وقد كان تقديم مناقشة مشروع قانون المعدل لمالية 2020 مناسبة لنا كفريق مشكل الأغلبية الحكومية لبلورة مجموعة من التعديلات التي توخينا منها إغناء هذا المشروع وتجويد بعض المقتضيات التي يقترحها فريقنا، شاكرين للسيد الوزير سعة الصدر وحسن إنصاته لجميع الفرقاء السياسيين، منوهين بتفاعله الإيجابي وتفهمه لهواجس النائبات والنواب والهموم التي عبروا عنها بهذه المناسبة في ظل ظروف أزمة كورونا، عبر تساؤلاتهم وأسئلتهم ومقترحاتهم الهادفة إلى تحسين اقتصادنا ومجتمعنا وتجربتنا ومكتسباتنا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة حفظه الله. وبناء على هذا التفاهم والانسجام، فإن الاقتراحات التي عبرنا عنها في اللجنة اقتضت الحكمة إرجاءها إلى الموعد المالي المقبل، آملين أن تجد مكانها في القانون المالي المقبل الذي لا يفصلنا عنه إلا شهور معدودة. سيد الوزير،
كان بدنا أننا نطرق معكم وأننا نناقش معكم عدة تعديلات في هذا القانون، ولكن التقديم ديالكم للأرقام لزم علينا أننا نأخروها للموعد المقبل. ولكن بصفتكم وزير المالية وبصفتكم رئيس لجنة اليقظة الاقتصادية، المغاربة كيثقوا فيكم السيد وزير، وأملهم أن تفتحوا حوار مع التجار الصغار، وتفتحوا حوار مع أرباب المقاهي، وتفتحوا حوار مع الممولين وأصحاب الحمامات والتاكسيات وكل هذه الفئة عريضة، لأن كتعرفوا السيد وزير أن هذه الفئة ما عندهاش اللي كيمثلها. واليوم أملنا أن تفتحوا حوار مع هاد الناس، لأن اتصالاتهم يومية مع فريقنا وكذا مع جميع الفرق البرلمانية باش نطلبوا منكم هذا الطلب، واللي كنتمنوا أنه يكون في القريب العاجل. طلب آخر السيد الوزير، وهذا بالمناسبة ديال البلاغ اللي صدرته اليوم، وانتم كتعرفوا بأننا مقبلين على عيد الأضحى، فالناس اللي استفدوا من الدعم كيطلبوا منكم السيد الوزير الإمكانية في هذا الدعم الثالث أن تكون واحد المساعدة مادية بمناسبة عيد الأضحى. وكان احنا كنبلغوا لكم السيد الوزير هذا الطلب، وحنا كنعرفوا الروح الوطنية ديالكم والتعامل ديالكم مع مثل هذه الملفات. إذا نرجو أن هذا الطلب يلقى استجابة من عندكم، لأن شوف اليوم كيقولوا بأن كورونا غادا تقتل الشركات أكثر ما تقتل الإنسان، ولا قتلت شركة السيد الوزير راه كتقتل مع الإنسان بالبطالة. وأظن أنكم حاسين بمعنى واحد الأب ديال الأسرة يكون كان خدام واليوم كيلقى راسو عاجز على الخدمة وعاجز أنه يوفر الأمن الغذائي ديال ولادو والمتطلبات ديال ولادو. إذا السيد الوزير كنتمنى أن هذا الطلب يلقى إقبال عندكم. إننا ندعو في فريقنا إلى استخلاص الدروس والعبرة المستقاة من أزمة كوفيد 19 وتداعياتها الحالية والمستقبلية على أنظمتنا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمجالية، وإعادة ترتيب أولوياتنا وعلاقتنا وحساباتنا، واستشراف المستقبل بالاستعداد الجماعي للرفع من تحديات وتحويلها إلى فرص متجددة لتحقيق النمو والتنمية المستدامة والتنمية البشرية المستقرة على أسس العدالة الاجتماعية والمجالية وتكافؤ الفرص، والاعتماد على قدراتنا الذاتية ورصيدنا المؤسساتي ورأسمالنا الاجتماعي والتضامني. كما ندعو بهذه المناسبة إلى حسن الاستثمار في الوعي الجماعي المنبثق من أزمة كورونا لدى مختلف فئات المجتمع، خصوصا لدى الشباب المغربي وفعاليته الجمعوية التي انخرطت بكل مسؤولية في موجة التضامن المجتمعي وفي التفاعل الإيجابي مع المعطى التكنولوجي والرقمي والتواصل الإلكتروني المثمر. ندعو أيضا إلى تعزيز الدور الاستراتيجي للدولة وحضورها الفعال مركزيا وترابيا بالتدخل الاجتماعي والأمن والإداري الداعم للأنسجة الاجتماعية المنتجة للثروة مما عزز من ثقة المواطنين والمواطنات في مؤسسات بلدهم وفي تدخلاتهم وتدابيرها. إن الاستثمار في الإنسان وفي منظومة القيم وفي الحكامة التدبيرية والبحث العلمي والتكوين المنتج والمعمم من المفاتيح الرئيسية لنموذجنا التنموي المقبل، لذا ننتظر صدوره للولوج إلى محطة جديدة ومتجددة لمغرب الفرص الممكنة، مغرب العدالة الاجتماعية والمجالية والأمن الاجتماعي والاستقرار. وفي الأخير، انسجاما مع تدخلاتنا ونقاشنا داخل لجنة المالية،
سنصوت بالإيجاب على مشروع القانون المعدل للسنة المالية لسنة 2020، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.